بالنسبه لمراجعه النظري لاسئله النيرف، انا هبتدي باشهر سؤال بيجي كل سنه. Discuss ionic basis of action potential. دايما الطلبه لما نوزع لهم ورقه الاسئله، ورقه الامتحان اخر السنه، دايما السؤال اللي بيسالوا يعني ايه ionic basis؟ قصدي بيها ايه الايونز اللي هتدخل او اللي هتخرج اثناء الاكشن بوتنشال. يبقى لو جالك السؤال هترسم الاكشن بوتنشال العادي، ده رسم الميمبرين بوتنشال وكده لغايه ما نوصل للفاير ليفل، ده دي بولاريزيشن وده دي بولاريزيشن بتاعه، عشان نجاوب اجابه منظمه زي ما اتفقنا في شكل عناوين ونقط. اول عنوان لازم تجاوبه هنا وات از اكشن بوتنشال، تقول لي ديفينيشن بسرعه، تقول لي sudden change in the environment، بدي sudden stimulus. دايما اتعود اي سؤال ابتدي اجابتك بديفينيشن وراه ريسكنج ميمبرين بوتنشال، يبقى ده العنوان الثاني. هتحط العنوان، دايما حط عنوان رئيسي تحتيه عناوين فرعيه. اول حاجه ديفينيشن، بوتنشال ديفرنس اوف ميمبرين ديورينج دراستي، فرق الجهد بين الشحنات. النقطة الثانية تحت العنوان فاليو قيمته نيجاتيف 70. النقطة الثالثة ايه سبب الريستنج؟ تقسمها 1 و 2 A و B. سيلكتيف بيرميابيلتي، ودي حاجة باسف، إن الممبرين بيرمو للبوتاسيوم أكتر من الصوديوم 50 ل 75 مرة، ولازم تقول 93% of causes، لازم تقول كام في المية، ندي عليها نص درجة، مهمة قوي. رقم اتنين صوديوم بوتاسيوم بامب، ودي اكتف ودي نسبتها 7%. صوديوم بوتاسيوم بامب هتقول عنها ايه؟ 3 صوديوم ايونز يبقى اوت سايد و2 بوتاسيوم ان سايد بالاكتيفيتي اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس. ده اللي بيرجعك للريستنج مره ثانيه. بنضطر نكسر اي تي بي لان انا عايز اخرج الصوديوم اللي دخل زياده اثناء الدي بولاريزيشن. طالما بتخرج حاجه عكس الكونسنتريشن جريدينت، لان الصوديوم معروف انه بيدخل، لا انا عايز اخرجه، يبقى محتاج طب. البوتاسيوم متعودين ان هو بيخرج بكونسنتريشن جريدينت، لا انا عايز ادخله فمحتاج بامب. يبقى كده انا عرفت الاكشن بوتنشال، قلت ريستنج ميمبرين بوتنشال، وتحتيه ثلاث عناوين ديفينيشن وفاليو وكوز. النقطه بقى الثالثه هشرح الدي بولاريزيشن ليها تو فيزز. لو عملنا زوم على الرسمه هتلاقوا ده سلو فيز، احنا بدانا بنيجاتيف 70، هتفتح الصوديوم تشانلز جراديوال. عملت سهم هنا لازم تكتب على السهم ده كام؟ نيجاتيف 63. سم صوديوم تشانلز ويل اوبن جراديوال. اول ما تذكر صوديوم تشانل في الاجابه في السؤال ده لازم تعرف اللي بيقرا ان في تو جيتس، اوتر جيت اللي هي الاند جيت وانر جيت اللي هي الاكشلي. كتاب الاس كان راسم الجيتس دي في صفحة لوحدها. انت مش مطالب في السؤال برسم الجيتس، لا كانت محطوطة بفكر بعض. كان الاوتر جيت الاند جيت كلوزد ديورينج ريست، والانر صوديوم جيت او الاتش جيت كان مفتوح ديورينج ريست. اول ما يحصل دي بولاريزيشن يتفتح الاوتر والانر اساسا مفتوح فيدخل الصوت. دخل جراديوال عند نيجاتيف 63 على فكره عليها ضرر، وكل الصوديوم تشانلز اوبن ات كتبتها هنا فايرنج ليفل نيجاتيف 55 ملي فولت. ضروري تحط على رسمه كل البيانات اللي الدكتور عايز يقراها. انا شايف انه عمل سهم فايرنج وكتب الرقم، انا شايف انه عامل سهم على الامبليتيود، قايل ده ريستنج، حاطط الفاليو على الرسمه بحيث لو الدكتور مش عايز يقرا الكلام
او عايز يصلح لك السؤال بسرعه، تبقى انت مامن نفسك وكل البيانات موجوده. يبقى انا هبص على نيجاتيف 55 ده سلوك، بعدها كتبت عليها ايه؟ رابيد دي بولاريزيشن. بدانا سلولي ثم وصلنا لقمه الرسمه رابيد. في الرابيد دي بولاريزيشن وصلنا للقمه، لازم تقول لي القمه عند كام؟ زائد 35 ملي فولت. واحنا كلنا عارفين من محاضرات نيرف زمان مع دكتور فادي ان الاشاره اللي مكتوبه جنب الرقم ترجع للانر سيرفس، معناها ان الانر اكتر من الاوتر ب 35. القمه دي ليها كذا اسم: بيك، اوفر شوت، ريفرسال اوف بولاريتي. التلاته دول بنفس المعنى بس 35. خلصت الاجابه في الجزء ده، اقول ان الامبليتيود هو 105 ملي فولت من اول نيجاتيف 70 لبلس 35. خلصت الدي بولاريزيشن، اتكلم عن الري بولاريزيشن. بدا الاول سريع، 70% اوف نيجاتيف تشارجز بتستبدل ببوزيتيف تشارجز، واقول سببها اوبننج اوف فولتج جيتد بوتاسيوم شانلز. اوعى تنسى ان البوتاسيوم بيتشانل بيها بوابه واحده اسمها ان جيت. طبعا البوتاسيوم والموف سلولي، وان بيتشانل ما بتقفلش بسرعه، وده سبب الهايبر بولاريزيشن. فجيت عند الهايبر بولاريزيشن تحت، قلت لك سببه سلو كلوجر، وان البوتاسيوم اتشانلز ار ليكج اتشانلز. الاجابه كده ناقصه، لازم اعرف الافتر دي بولاريزيشن والافتر هايبر بولاريزيشن. طيب دكتور، بعد ما رسمت وشرحت وعرفت الافتر دي وافتر هايبر بولاريزيشن، الاجابه كده كامله؟ الاجابه لا. ليه؟ عايزين نتعود على قاعده مهمه جدا، اي سؤال اكشن بوتنشال لازم تذكر معاه excitability changes. احيانا دكتوره فاتن تريحك، ما تقولكش ارسم الاكشن بوتنشال، تقول لك انا عايزك excitability changes، يعني ايه؟ refractory period. قاعده عامه، اي refractory period لازم تجاوب في ثلاث نقط. ايه هو كديفينيشن؟ التايمنج بتاعه والامبورتنس. يعني ايه؟ هتقول مثلا انا بتكلم على اربع ريفراكتوري بيريد اهي، لو عملنا زوم على الورق، ابسوليوت ريفراكتوري بيريد هقول ثلاث نقط. واحد ديفينيشن، ايه هو؟ ان الاكسايتابيلتي ان ذيس بيريد ايكوال زيرو، ذا نيرف كانوت ريسبوند تو اني ستيمولس ايا كان قوته. يبقى دي ديفينيشن. النقطه الثانيه، بيحصل امتى الاي ار بي؟ كل الدي بولاريزيشن زائد ابر وان سيرد اوف ري بولاريزيشن. ايه الامبورتنس؟ قلنا الاكسايتابيلتي تساوي زيرو، ريلاتيف ريفراكتوري بيريد ديفينيشن، ذا نيرف كان ريسبوند تو ا سترونج ستيمولس. التايم امتى يحصل تكمله الري بولاريزيشن؟ لور تو سيرد اوف ري بولاريزيشن. دايما لازم تتعود في اجابه نظري اخر السنه عنوان رئيسي تحتيه عناوين فرعيه. هتقول في سوبر نورمال فيز، سوبر نورمال لو انت فوق الريستنج ميمبرين بوتنشال وقريب من الفايرنج ليفل، فمحتاج ستيمولس ضعيف يوصل، محتاج صب سراشت. طيب لو انا تحت النورمال، شايفين الخط المنقط ده هو النورمال بتاعي، لو انا هايبر بولارايزد يبقى معناه الريستنج بتاعي بقى اقل، نيجاتيف مثلا 80، يبقى محتاج سوبرا سيريشن. يبقى دول الاربعه ريفراكتوري بيبقى. دايما الطلبه بتنقص ليه في السؤال النظري؟ كل الناس عارفين الاي ار بي والار ار بي، ينسى سوبر نورمال وينسى سب نورمال فيز. كده تبقى الاجابه متكامله في سؤال اكشن بوتنشال.
رسمنا حطينا عناوين رئيسيه حطينا عناوين فرعيه ما نسيناش افتر دي بولاريزيشن وما نسيناش الافتر هايبر وما نسيناش الريفراكتوري بيريودز او الاكسايتابيلتي تشينجز. طيب في نقطه عايز اوضحها هنا الكاركترز للاكشن بوتنشال. انا عملت ايه كبيره عشان افكرك في الام سي كيو ان الاكشن بوتنشال معاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود وقول اور نان لو. قول اور نان لو معناها ايه؟ ان لو اديته الثراشولد هيوصل لفاير ليفل، لو ما خدش ثراشولد خد ستيمولس اقل يبقى ويل نوت ريتش ان فول اكشن بوتنشال. نوت جريدد نوت سميت، مش محتاج يتدرب في قوته، هو خد الستيمولس الكافي بتاعه. لو عايز 10 فولت انا اديته 10، لو اديته 20 نفس الريسبونس. كانوت بي جريدد كانوت بي سميت. اهم كلمه في الام سي كيو فريكونسي موديوليتد. انا اقدر اغير في عدد الاكشن بوتنشال بس ما ينفعش اغير في امبليتيود وارتفاع لانه ارتفاع واحد. انا اخري 105 ملي فولت كامبليتيود. قلت لك عكسها لوكال عشان ما تقعدش في البيت تذاكر كتير. السؤال ده كان جدول مقارنه بين الاثنين، بين لوكال بوتنشال واكشن بوتنشال. عرفت ان هي في اول اور نان والاي ار بي ادي نقطتين، نوت جريدد نوت سبميتد فريكونسي موديوليتد. اعكس ده لوكال بوتنشال. هتقول لي طب ما في نقط ثانيه مقارنه في الكتاب. فين الاكشن بوتنشال ممكن يحصل؟ سنجل نيرف او سنجل ماسل فايبر. اللوكال يحصل فين؟ في اي ريسبتور عندك بيبقى فيه لوكال. كفايه ست نقط مقارنه علشان السؤال ماكسيمم في درجاته ست نقط. طيب الاكشن بوتنشال بصفه عامه كل اللي انا هاجي اقوله بعد كده غالبا بيجي ام سي كيو، يعني دايما الاسئله معظمها بتبقى في الاكشن بوتنشال كنظري. بيبقى مونو فيزيك باي فيزيك او كومباوند. في نقطه انا عايز اقولها، كانت في صفحه في الكتاب راسم لك فيها باي فيزيك اكشن بوتنشال. جبنا نيرف طويل حطينا الكترود في بدايته والكترود في نهايته، وقلنا هنا النقطه ايه؟ في نهايه النيرف النقطه بي، ومغيرين اتجاه الرسم. طبعا الصفحه دي عليك قرايه مش مهمه بالنسبه لنا، لا نظري ولا ام سي كيو. كومباوند اكشن بوتنشال يعني لو سجلت الاكشن بوتنشال في نيرفز مختلفه. معروف ان سنجل نيرف بيديني اكسايتابيلتي واحده. طيب لو انا سجلت اكشن بوتنشال ميكسد نيرف، في نيرفز مايلينيتد ونيرفز نون مايلينيتد، شيء طبيعي هنسجل كهرباء النيرف الاسرع اللي هو A، ثم نسجل الابطا B والابطا C. كلنا عارفين من النظري ان النيرفز متقسمه A و B و C، والA دي متقسمه الفا وبيتا ودلتا وجاما. في جدول مقارنه بين الالفا والبيتا والدلتا والجاما بالدايمتر لكل نيرف وسرعات النقل انت مش مطالب بيها. دكتوره فاتن حطيتها لمجرد ان النيرف اللي عليه مايلين اكتر هو الاسرع، فبتثبتها لك من خلال الارقام، فدي مش حس. طيب عملنا الورقتين دول. بالنسبه للورقه دي النيرف عندنا انواع، قلنا مايلينيتد ونون مايلينيتد، بس في جزئيه في النيرف اسمها كوندكشن ان مايلينيتد نيرفز. لو النيرف ده عليه مايلين شيز كلنا عارفين من النظر ان المايلين الكتريك انسيوليتر عازل الكهرباء، الامبلس تتحرك بتنط جامب من نوت الى نوت، وان النيجاتيف تشارجز اتراكت البوزيتيف. يعني لو نود عليه نيجاتيف تشارج اتراكت البوزيتيف شارج من النود اللي جنبه.
طب البوزيتيف لما يروح للنيجاتيف هيحصل حاجتين، يحصل كارنت سينك، فاكرينها بالنظري الشحنات البوزيتيف كانها بتغرق في بحر الشحنات النيجاتيف، تاثيرها مش هيبان وهتسيب مكانها شحنات نيجاتيف، فيحصل دي بولاريزيشن على الاوتر سيرفيس اوف ذا ماينيتد نيرف، اتسمت سيل تاتوري، ودي بتيجي المصطلح ده ام سي كيو، النقل بالقفز. ايه ميزه السيل تاتوري؟ حاجتين، اسرع وبيوفر انرجي عالي. ليه بيوفر انرجي عالي؟ اجابه بمنتهى البساطه، لان انت لما بتعمل دي بولاريزيشن في مكان عايز بعد كده ترجع ريبولاريز، يبقى عايز صوديوم بوتاسيوم بامب. صوديوم بوتاسيوم بامب هنستخدمها فقط في المكان اللي اتنقلت فيه الامبلس اللي هو النود، لكن المايلين شخصيا عازل الكهرباء، فمش محتاج اكسر اي تي بي على طول النيرف عشان ارجع للريسك 200، عكسه الانمايلينيتد او بوينت تو بوينت ترانسميشن. السؤال ده دكتوره فاتن جابته نظري من سنتين ثلاثه، فاكتورز افكتنج كوندكشن، العوامل اللي بتاثر في نقل الامبلس في النيرف هم خمس عوامل. دايما انا احب احط العناوين الرئيسيه في كل فيديو، عايز اللي يراجع يلم الموضوع ما يتوهش. ايه هم الخمسه؟ تايب اوف نيرف، مايلينيتد او نون مايلينيتد. العنوان الثاني هتقول لي التمبريتشر، معروف ان كل ما تقل درجه حراره النيرف 1 ديجري سنتيجريد الكوندكشن فيلوسيتي تقل 3% عن الاول. حتى البطوله فاتت قايله عند 0 ديجري سنتيجريد كل ما نبرد نبرد في حاجه اسمها كرايو سيرجري، يعني ايه؟ في حاجه اسمها جراحه بالتبريد، يعني انا عايز اعمل عمليه على اورجان معين، عايز اخلي الميتابوليك اكتيفيتي عنده اقل ما يكون، يبقى لازم اخفض من درجه حرارته، اسمها كرايو سيرجري، دي عليها ضربه في عنوان التمبريتشر. الثالثه اللي هو الايفكت اوف بريشر، كل ما تضغط على النيرف المايلينيتد اكتر كل ما بتاثر في سرعه النقل الامبلس بشكل اوضح. النيرف المايلينيتد بيبقى مور اكتف عن النون مايلينيتد، عشان كده دكتوره فاتن في المحاضرات قالت ايه؟ قالت البريشر افكت ايه اكتر من بي اكتر من سي، دايما الايه هو اللي يتاثر الاول لانه مور مايلينيتد مور اكتيفيتد، وده ماشي مع المنطق، كل ما تشتغل اكتر وانا ضايقك التاثير عليك بيبقى اوضح. وحتى قلتها في المحاضرات باب بريشر اول حرف فيها بي افكت ايه فايبر يليها بي، فقالتها اول حرف باب، وجت عند الهايبوكسيا لما الاكسجين يقل ياثر في البي اكتر من الاي، ودي سببها العلمي مش معروف. طب يا دكتور ما هو النيرف عايز اكسجين عشان ينقل الامبلس من مكان لمكان، احنا معاك، عايز اكسجين وعايز طاقه وعايز حركه، طيب المفروض يتاثر الاي المور مايلينيت، لا ده انه دكتور فاتن في المحاضره سهلت قالت هايبوكسيا اول حرف اتش ياثر في البي ثم الاي، قالتها كلمه هبه، حتى في الشغل لو دخلت لها كلها كده تقول لك بريشر كلها باب يبقى ايه سندي، وعلى فكره هي اللي قالت كده مش انا، هايبوكس ياثر في البي زي ايه؟ قالت هبه، فيبقى يا باب يا هبه. المهم النقطه الخامسه اناسيزيا، شيء طبيعي البنج افكت السي فايبر اللي هي الان مايلينيت، ان يعني بيبقى السيرفيس اريا بتاعتها اكبر وسهل التاثير، وشيء طبيعي بالمنطق حقنه البنج تاثر في العصب اللي ما عليهوش غطا الان مايلينيت تخترقه اسرع من النيرف المايلينيت. خلصنا من الجزء ده، هتلاقوا انا حاطط في
في الورقه نقطتين كمان ام سي كيو. تعريف هامة و افكت اوف ايز. في التعريف الهام ايه هو الريوبيز؟ هو اقل ستيمولس نيدد تو اكسايت ذا نيرف. دايما الديفينيشن ده تجيبه ويجيب ديفينيشن اهم بقى كروناكسي. كلمه كرونو معناها وقت. تايم نيدد باي دبل ذا ريوبيز، يعني انا هدي ضعف الثريشولد واشوف الوقت اللي الكهرباء هتاخده تو اكسايت النيرف او اكسايت المصل. كل ما النيرف او المصل يبقى اكسايتد في وقت اقل يبقى الاكسايتابيلتي بتاعته اعلى. زي ما اجيب طالب واشرح له حاجه، كل ما يفهمني اسرع يبقى هو قابليته معايا اعلى. يبقى دي بتجيبها ام اس كيو. وات از كروناكس؟ ودايما تلخبط الطلبه. تايم نيدد باي ريوبيز، لا باي دبل ذا ريوبيز، ودي بتعبر عن الاكسايتابيلتي. الجمله الثانيه المهمه في الام سي كيو اللي بتجيبها كل سنه في امتحان اخر السنه وعايزكم تفتكروني في اللحظه دي، اكسايتابيلتي اوف نيرف يزيد بايه؟ بيزيد بالهايبر كامينيا وهايبو كالسيميا. طالبه بتسال دكتور الصفحه دي معقدانا ومش فاهمين حاجه، ليه لما الكالسيوم قل الاكسايتابيلتي زادت؟ جابها ببساطه ان الاوتر جيت اوف صوديوم شانلز بتبقى مقفوله ديورنج ريست. هتقول لي اه عارفين الام جيت، ايه الجديد يعني؟ الجديد مين اللي قافل البوابه الخارجيه دي؟ اكسترا سيلولار كالسيوم. عامل زي حارس على باب العماره دي، انا قافل الاوتر جيت. طب لو الكالسيوم اكسترا سيلولار قل يبقى مفيش حاجه قافله الاوتر جيت، ففتحت والانر اساسا مفتوح، فدخل صوديوم زياده فعمل دي بولاريزيشن وزود الفريكونسي اوف اكشن بوتنشال، يبقى ده هايبو كالسيوم. طب نيجي للبوتاسيوم. بوتاسيوم بره النيرف بقى عالي قوي، ايه اللي حصل؟ تخيل لو البوتاسيوم زايد قوي، ايدي هي الممبرين، بوتاسيوم اهو زايد بره، زايد مش معناه انه اتجمع على النيرف، لا حوالين النيرف. البوتاسيوم اللي جوه النيرف مش عارف يطلع. ازاي البوتاسيوم يخرج؟ بكونسنتريشن جريدينت على الاوتر سيرفيس وفي اكسترا سيلولار بوتاسيوم عالي، فيحتفظ البوتاسيوم بتركيزه العالي جوه يبقى بوزيتيف جوه، ولو طلع شويه بوتاسيوم على الاوتر سيرفيس يكونوا قليلين، يبقى نيجاتيف اوت سايد وبوزيتيف ان سايد. طب ما هو ده دي بولاريزيشن، فيزيد الاكسايتابيلتي. دايما دكتوره فاتن كل سنه في الام سي كيو تركز على الحته دي. اول ما قلت لك بوتاسيوم وكالسيوم قلت لك يبقى العكس يحصل لما الاكسايتابيلتي تقل. في نقطه مهمه عايز اقولها قبل ما اخلص الفيديو ده، ان تاثير الصوديوم مش مهم على الريستنج ممبرين بوتنشال سواء زاد او قل، لان الاهم هو خروج البوتاسيوم. السؤال ده هنبقى نقول اجابته في فيديوهات الشفوي، ليه الافكت اوف اكسترا سيلولار صوديوم داز نوت افكت ريستنج ممبرين بوتنشال. الجزئيه دي لوكال بوتنشال، احنا عرفنا اللوكال بوتنشال يا دكتور هنا عكس الاكشن بوتنشال. ايه النقطه الجديده اللي عايز تقولها لنا في الام سي كيو؟ ان اللوكال بوتنشال معاه حاجه مهمه اسمها ديكريمنتال كوندكشن. يعني ايه ديكريمنتال؟ شده الستيمولس بتقل مع زياده المسافه اللي بيقطعها. حبيت اكتبها بالعربي في المربع عشان اعرفك، كل ما الستيمولس ده يمشي مسافه اطول وهو اساسا سب ثريشولد مش هيقدر يكمل. زي فكره عربيه مليانه بنزين قليل، خلاص مش هتقدر تاخد السرعه، مش هيقدر يبقى بروباجيت، يبقى هو نوت بروباجيت. اخر جزئيتين
في حاجه اسمها الكتروتونيك بوتنشال. يعني ايه؟ اللوكال بوتنشال معناه تيار كهربي مستمر دايركت كارنت، زي تيار البطاريه. كلنا عارفين من الفيزيكس زمان ان اي كهرباء حاجتين، يا اما دايركت كارنت دي سي او الترنيتنج كارنت اي سي. دايما البدني بتطلع تيار مستمر. هتقولي طب ودي فرقت في ايه؟ اكشن بوتنشال. في اول حاجه قلناها في الفيديو السادن تشينج ان ذا انفايرمنت، لازم تديني ستيمولس مفاجئ. لو خليته ثابت يحصل ادابتيشن او اكوموديشن في النيرف، الاوتر جيت سوديوم تشانز مش هتفرق. طيب لو انا وصلت شحنات سالبه، جبت الكاثود السالب وحطيته على الاوتر سيرفيس سالب على البوزيتيف، فبقى اسمه كات الكترو تونس. كات اول ثلاث حروف من كلمه كاثود، كات الكترو تونس، حطيت نيجاتيف تشارجز بره، بس كم تيار البدني ضعيف لا يمكن يوصلك للديبولاريزيشن السريع بيعملك فاير ليفل، هيبقى لوكال ديبولاريزيشن. الاكسايتابيلتي هتزيد مستنيه ستيمولاس تاني. اما لو عملت العكس وصلت الانود اللي هو القطب الموجب بتاع البطاري بوزيتيف تشارج، وصلتها ببوزيتيف تشارج موجوده على الاوتر سيرفيس، فيزود البوزيتيف بره اكتر واكتر، فيبعدك عن الفايرنج ليفل، فيعمل هايبر بولاريزيشن، او زي ما الكتاب قالها انودال بلوك، معناه ان الانود بعدك جدا عن الفايرنج ليفل ويقلل الاكسايتابيلتي. ملاحظين دايما النقط المهمه انا حطيتها بالبولد بالاسم بالتخين. والنصيحة لأي حد بيتفرج على الفيديو ده وانت بتتفرج معايا، لو سمحت افرد الورق بتاع النيرف، انا بدأنا من صفحة 10 صفحة 9 ومشينا كده، ليه؟ تحطها قصادك عشان تبقى متخيل النيرف يتلم في دماغك في فترة واحدة. ختاما هو الجدول ده effects obtained from different stimuli applied on mixed nerve، وهتقراه